الأستاذ محمود اللي يسمح الواحد مدة طفيل بحالي باش يكون ولكن يشفعوا لي أنني أن الحق الأدبي والحق الفني وجميع الحقول التي تعتمد على المشاعر والخيال لها نفس المشكلات. عندي سؤال أولي، عندما تأملت الحاضرين وتأملت هذه الجمعية أتساءل من أي موقع نتكلم نحن جميعا، يعني ممثلين وفنانين، من أي موقع؟ أظن أن الموقع هو ليس موقع مؤسسة، ليس موقع مؤسسة لها سلطة تلتزم بتنفيذ هذه الأمور، ولكن ما يقال داخل هذه القاعة له أهمية، لأنه يستمع إلى الفنانين والمبدعين على اختلاف توجهاتهم. وإذن السؤال يقتضي نوع من الجواب، ماذا يمكن أن نفعل لكي لا تضيع حصيلة هذه المناقشات وننتظر لقاء سنوي آخر؟ أنا أعتقد أنه بوجود عدد من الصحفيين يجب أن تعمل الجمعية على توصيل هذه مضمون هذه المناقشات إلى الرأي العام على امتداد السنة، يعني مقالات، تدخلات في وسائل الإعلام إلى آخره. الملاحظة الثانية هو أن ما يتعلق بالحق الأدبي في المغرب والحق الفني والسينمائي أعتبره في البدايات. ورد في بعض المداخلات السابقة أنه ما كانت السينما في بدايتها كانوا المخرجين والكتاب عندهم واحد القدر من الحرية، وبعض وصف هذه الأفلام بأنها أفلام بعيدة عن الجمهور، ولكن كانت تعبر عن نزوع فني عميق. وتذكرون وأذكر معكم الفيلم للصديق المرحوم البوهناني اللي أنتجه موضوع تاريخي وطني ولكن بحرية فنية لافتة النظر. وبعد ذلك شيء فشيء لما بدأت نوع من التبنيون ستيبيراسيون دي جون أرتيستيك، ولينا تنلاحظوا على أن هذه العلاقة ليست علاقة منتجة. هنا أحاول أن أجيب باختصار على سؤالك، هو أن كما لاحظ الأستاذ تازي انتقل الإنتاج إلى جمعيات منتجين. المنتجون بطبيعة الحال من حقهم أن يحرصوا على الربح الوفير. إذا ما هي الضمانة لكي لا يضيع جوهر النص السيناريو والأداء الفني؟ أنا أنتظر هذه يجب الإلحاح على أن يكون الإنتاج الفني النص والسيناريو ممثل في جمعيات المنتجين، وحريص على أن تطبق على الأقل حدود الدنيا ولا يكون ربح هو الحافز. يعني هذا مطلب يمكن أن يعبأ حول كل الفنانين. يعني باختصار يجب أن تترجموا هذه المطالب اللي هي مشروعة وأنا أتفق عليها إلى نوع من التعاقد، من التعاقد بينكم وبين الجمهور. الجمهور الآن يتوسع ولا شك، لأن الدراما والمسلسلات ترتاد جميع البيوت، وهذا يخلق حساسية. وأظن أن الذين أشاروا إلى المسألة التاريخية وكذلك في الأسئلة التي ترددت بقراءتها يقولون حرصا على شيء الوطنية، على الهوية الوطنية. يجب أن نلاحظ لأنها فيها التباس. الهوية الوطنية مضمونة لأن كانت مرحلة ضد الاستعمار، نحن الآن في مرحلة
يمكن نسميها مرحلة الهوية الاجتماعية. هناك صراع اجتماعي مشروع من أجل إعطاء الفرد المغربي ذكر وأنثى حقوقه الضرورية، وإذن الفن يجب أن يوفر أيضا في الدرجة الأولى المتعة، ولكن أن يساهم في بلوغة وعي جديد. ولذلك أي مسلسل كيفما كان موضوعه حتى عندما يتعلق بالتاريخ القديم يجب أن يستحضر الحاضر. الحاضر هو ما يشغلنا ويشغل الجميع في العالم كله. يعني عندما نشاهد الماضي نشاهده بعين الحاضر، ربما تطلع على المستقبل أفضل. وإذن هذه الأفكار أظن يجب أن تبوجوها من خلال مداخلتكم، كل واحد مسؤول. يعني الفنان كيفما كان موقعه فهو مسؤول على بلوغة هذه الأفكار. شكرا جزيلا. نعطي الكلمة ثلاثة ديال ما تقلقيش، عندنا كاميرا. تفضلي تفضلي.